رجعنا لكم على طول على الهواء مباشره في نهارك سعيد، وهنبدا مع فقره الصحافه، وطبعا بيكون منورنا الاستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري الصحفي بجريده المصري اليوم. صباح الخير. صباح الخير يا شيخ. ايه الاخبار؟ تمام ولا مش تمام؟ ان شاء الله هتبقى تمام. ان شاء الله هتبقى تمام. طيب نبتدي على طول من الشروق، صفحه 1، طنطاوي يقبل استقاله شرف ويؤكد استعداده لتسليم السلطه. الأهرام الصفحة الأولى، تكليف وزارة شرف بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. من الشروق صفحة 1، التحرير يرفض خطاب المشير. الأهرام الصفحة الأولى، عنان يتعهد بوقف العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين وعلاج المصابين. المصري اليوم صفحة 1، مصر تونس. دي مقارنة عقدها الجريدة. المصري اليوم الصفحة الأولى، انشقاق داخل الإخوان بسبب الغياب عن المليونية. مرشحه الشعب، ده من المصري اليوم أيضا، مرشحه الشعب يعلقون حملتهم الانتخابية تضامنا مع التحرير. الأخبار الصفحة الأولى، الانتخابات البرلمانية في موعدها. من المصري اليوم أيضا وأخيرا صفحة 1، القضاء الإداري تحذف خانة الديانة من كشوف الناخبين والمحكمة ترفض التمييز بين المواطنين. نبدأ على طول طبعا بحديث اليوم، حديث الصباح، وهو أكيد كلمة المشير طنطاوي اللي كانت استقبلت بآراء مختلفة متباينة امبارح. الشارع بيقول حاجة، الكاميرا بتقول حاجة، والناس بتقول حاجة تانية خالص. تحدث المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن ما يدور من أحداث في الوقت الحالي في على أرض مصر، سواء ما يشهده ميدان التحرير أو ما تشهده ميادين أخرى في الإسكندرية وفي بورسعيد وفي الإسماعيلية وفي السويس. ولكن خلينا نقف عند حاجة مهمة جدا، ما الذي حدث ولماذا حدث ما حدث؟ احنا دايما متعودين ان احنا بنتكلم على هذا الامر. قبل لما نوصل للخطاب لازم نرجع بالاحداث شوية لحد يوم الجمعة الماضي، جمعة اللي كانت تسمى جمعة تسليم السلطة او حماية الديمقراطية، نسميها ما شئنا. كان في مجموعة من اسر الاهالي والمصابين من مصابي الثورة كانوا معتصمين قبل الجمعة دي، وبعد الجمعة توجه إليهم بعض القوات. الأعداد كانت بنتكلم في حوالي 30، رواية أخرى بتقول 100، رواية أخرى بتقول 200، وكانوا معتصمين أمام مجمع التحرير. لا عطلوا شيء ولا وقفوا حد ولا عملوا أي مشكلة، تم فض اعتصامهم بالقوة. ما شاهده المواطنون من عمليات سحل وضرب وإهانة لأسر وللمصابين نفسهم كمان في هذا الأمر أدى إلى تعاطف الناس، ومن هنا بدأت الأحداث تتصاعد. بنهاية هذا اليوم، هو يوم السبت، كان عدد الناس اللي موجودين في الميدان يفوق 30,000 معتصم. وتصاعدت الأحداث شيئا فشيئا، شفنا أن في قتلى، في قتيل في الإسكندرية، في حوالي 29 قتيل وشهيد في القاهرة ناحية ميدان التحرير، ناحية وزارة الداخلية. قامت مجموعة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي باقتحام الميدان ثم الخروج منه مرة أخرى، مما خلف المزيد من المصابين والشهداء. وصل العدد حوالي يتعدى 30 شهيد ويتعدى 3,000 مصاب. وعلى مدار اليوم امبارح شايفين استخدام لغازات واستمرار الضرب في شارع محمد محمود، وشايفين حملة اعتقالات بتوجه ضد المتظاهرين واستخدام أنواع غازات مختلفة جدا، ويقال أن بعضها غازات محرمة دوليا. المشهد الحقيقة يقول حاجة مهمة جدا، لازلنا ندفع الثمن، الحرية ثمنها دم. الواضح أن احنا كنا منتظرين الخطاب بتاع المشير محمد حسين طنطاوي يقل كثيرا في التحدث بشكل مباشر للشعب، وكانت أمنية الشعب المصري أن المشير طنطاوي يتحدث ويدلي بدلو فيما يجري من أحداث. وتحدث المشير عن أمور يعني للأسف جاءت مخيبة لأمال الكثيرين، وتم الحديث على إقالة أو قبول استقالة الدكتور عصام شرف. أعتقد أن ده مطلب كان موجود بقاله فترة كبيرة جدا، وهو إقالة حكومة الدكتور عصام شرف، لأن الرجل لم يحقق ما تعهد به ولم يؤدي أداء ثوريا يتناسب مع ما يجري على أرض الواقع ومقتضيات المرحلة. النقطة الثانية هي التأكيد على تسليم السلطة، وأيضا فكرة أن احنا قد نلجأ إلى الاستفتاء لبقاء المجلس العسكري على رأس السلطة من عدمه. في كل الأحوال مطلب إقالة حكومة دكتور عصام شرف كان مطلب موجود من فترة كبيرة جدا، ولكن هذا لم يكن جديدا. النقطة الثانية أن الخطاب لم يتحدث بصفة أساسية عما حدث. نعم هناك اعتذار لأسر الضحايا وفقا لما جاء في الكلمة، ولكن يعني أعتقد أن الأمر يجب أن يفوق ذلك. هو لا مش اعتذار، هو للأسف، هو كان في الكلمة الاعتذار قبل كده، كان البيان للأسف. بيتحدث عن الأسف، ولكن الكلمة الاعتذار عن الضحايا. ولكن أعتقد أن الاعتذار لازم يكون واخد شكل
أكثر عملية، لازم يكون في وقف تام ونهائي لأحداث العنف اللي احنا شايفينها ضد المتظاهرين، وهو الاستخدام المفرط للقوة الحقيقة. النقطة التانية أن يتم بس بدون ما تحقيق اقطعك يعني، بس هنا تيجي السؤال وعلامه الاستفهام الكبيره جدا. بعد خطاب المشير طنطاوي بعدها بساعتين أو يمكن اقل من ساعتين، كان في الجديد بقى، كان في الكيماوي، كان في السلاح اللي انت ما بتشوفوش بس بتلاقي نفسك فجاه بقيت على الارض ومش في محمد محمود، انت في التحرير. في كل مكان الحقيقة. تفسر بايه ده؟ ما هو ده بالنسبه لنا كانت اكبر مفاجاه يعني، بغض النظر عن اتفقنا او اختلفنا عن الخطاب، بس لما تقول هنوقف الضرب ويبقى في ضرب اقوى من نوع اخر، ده اسمه ايه بقى؟ بص يا شريف، يعني هو الواقع احنا اتكلمنا اكتر من مره ان الامور في مصر تتجه الى ان يكون في يعني توقف تام او شلل تام في الحوار حتى الداير. احنا امام قوى سياسيه، هذه القوى السياسيه تبحث عن مصالحها اكتر ما تبحث عن مصالح مصر بصفه عامه. امامنا ثوره وامامنا حاجات لازم نعترف بيها بقى بصراحه يعني شديده جدا. بعد ما تم تكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحه باداره شؤون البلاد، اعتقد الشعب المصري ان المجلس الاعلى سوف يدعم هذه الثوره وسوف يقوم باداء ثوري وسوف ينتقد بمصر في هذه المرحله الحساسه جدا من تاريخها. ولكن الواقع قال ان اداء المجلس كان يشوبه يعني حاله من حالات التخبط والتباطؤ في كثير من الاحيان. احنا هنا لما بنتكلم عن المجلس على القوات المسلحه، وارجو ان ده يكون واضح جدا للناس، نحن نتحدث عن سلطه سياسيه تدير شؤون البلاد، نحن لا وليس عن نتحدث الجيش طبعا. اطلاقا عن الجيش المصري. طبعا الجيش المصري عرينه الوطنيه، والجيش ده هو الحمايه الاولى والاخيره لشعب مصر، وهو المؤسسه الوحيده التي يطلق عليها اعتقد ده لفظ بقى واضح مؤسسه، يعني بعد كل الايام دي، والمؤسسه الوحيده اللي بيطلق عليها بس بقى ده بنعقد بقى عليها واضح، امال كبيره جدا. ده بقى ولكن واضح. الاداء السياسي هو الذي كان يشوبه الكثير من المشاكل. تعرضت الامه المصريه الى ازمات متلاحقه وعديده، لم يتم اتخاذ حلول جذريه تجاه هذه الازمات، بل اننا حتى كنا ممكن نحتوي هذه الازمات قبل وقوعها، ولكننا يعني لم نفعل ذلك وتركنا الامور على ما هي عليه. اصبح هناك مناخ من فقدان الصبر من ناحيه المجلس العسكري تجاه القوى السياسيه والقوى الثوريه اللي موجوده، وده كان واضح جدا كمان امبارح في كلمه المشير حسين طنطاوي، ان احنا تعرضنا للانتقاد ومع ذلك احنا يعني كملنا وما الى ذلك. النقطه الثانيه كان فقدان الثقه من القوى السياسيه ومن القوى الشبابيه والثوريه تجاه المجلس العسكري وادائه، ويمكن ده كان واضح واتضح اكتر كمان في رفض كلمه المشير طنطاوي في ميدان التحرير. ولكن الخطير اللي احنا كنا بنتكلم فيه وبنحذر منه كل مره هو فقدان الايمان بالثوره نفسها، وده بقى موجود عند مجموعه من المواطنين نتيجه امور كثيره جدا، نتيجه الفشل في اداره المرحله الانتقاليه، رقم اتنين الاداء الاعلامي اللي بيركز على الاستقرار، الوضع الاقتصادي، عجلة الإنتاج. عجله الانتاج، الوضع الامني. أبديت أكتر من مرة هنا في نهارك سعيد اعتراضي على مصطلح الانفلات الأمني، وشرحناه وحللناه وقلنا إن مفيش ما يسمى الانفلات الأمني، ولكن في قصور أمني في بعض الأماكن ممكن معالجته. النقطة الثانية الوضع الاقتصادي عجلة الإنتاج، إحنا دايما بنتكلم على الاحتياطي النقدي وبنتكلم على البورصة، ولكن مش بنتكلم على الإنتاج الفعلي ومفرداته. تمام. النقطة الثالثة مسألة الاستقرار. ما هو احنا لما نزلنا علشان نقول نعم او لا على التعديلات الدستوريه، قيل بعد ذلك ان انت لما هتقول نعم هتقول نعم للاستقرار، ولما هتقول لا هتقول لا ضد الاستقرار صحيح. وضد الاستقرار في مصر. اللي احنا شايفينه ان من ساعه الاستفتاء في شهر مارس وحتى الان، اين الاستقرار الذي اتى به التعديل الدستوري او التعديلات الدستوريه؟ لم يحدث. على ارض الواقع هناك قوى تدفع، نعم هناك قوى تدفع المال، تدفع المال من اجل هدم الاستقرار ومن اجل هدم مصر، ولكن هناك قوى أخرى تدفع أيضا، ولكنها تدفع الدم، تدفع الدم من أجل صحيح. بناء مصر، وهو ده الواضح قدامنا، ويجب أن نكون صرحاء جدا في هذا الأمر. إسالة الدماء المصرية على الأرض المصرية وبالأيدي المصرية شيء غير هو مقبول. شيء غير مقبول على طبعا الإطلاق وغير مبرر. طبعا. أيضا ما يحدث من استهداف للشباب، دي ثروة يا جماعة، دي ثروة مصر الحقيقية. احنا ثروتنا مش في الموارد الطبيعيه بس، ولا في منشات، ولا في فلوس، ولا في اي حاجه. ثروة بشرية. احنا ثروتنا الحقيقيه هي ثروه البشر، صحيح. والناس اللي استشهدت في ميدان التحرير او استشهدت خلال احداث الثوره كلها حتى الان هم خيره شباب مصر. حقيقي هم خيره شباب مصر. احنا لما نشوف خريجين الاعلام، لما نشوف خريجين اقتصاد وعلوم سياسيه، لما نشوف بتوع الفنون الجميله، لما نشوف مهندسين، لما نشوف يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ صحيح. واحد زي الدكتور احمد حراره، ده رجل طبيب اسنان، طبيب اسنان فقد عينه فقد مستقبله اليمنى، كله مش عينه فقد عينه خالص. اليمنى يوم 28 يناير 2011، ثم فقد عينه اليسرى يوم 19 نوفمبر. مين اللي بيقول الكلام ده او مين اللي يسمح بحاجة زي كده؟
أين الحقيقة؟ إحنا محتاجين لتقديم كل من أجرى هذا الجرم في حق مصر إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن، وتكون محاكمات ناجزة وليست العدالة العاجزة العرجاء اللي إحنا شايفينها منذ بداية أحداث المحاكمات. انت ذكرت كتير جدا من الملامح اللي ممكن تكون موجوده في ملف المقارنه ما بين مصر وتونس في المصري اليوم. بالظبط. ما هي اهم ملحوظات او ملاحظاتك على هذا الملف؟ وطبعا ممكن اللي يحب يتابعه يعني ممكن يتابعه من خلال احنا بالنسبه لمصر الوضع الان هو في دماء نتيجه التخبط في اداره المرحله الانتقاليه. احنا شايفين في الناحيه الثانيه بقى في تونس، يعني كل احنا اتكلمنا فيه في مصر ده، في الناحيه الثانيه في تونس هناك مجلس تاسيسي، هناك أول جلسة أعتقد أول جلساته للبرلمان، بالظبط. هناك حديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية في خلال سنة، هناك اتفاق على تسمية رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ورئيس للمجلس التأسيسي اللي هيضع الدستور، هناك حضور لأسر شهداء الثورة التونسية في الجلسة الأولى من جلسات البرلمان التونسي، هناك توافق بين القوى السياسية الرئيسية على المرور بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة. لكن أين مصر من كل ذلك؟ عندما قامت الثورة لم يكن هناك، يعني حتى سقف طموحات الثوار لم يكن، حتى الإطاحة برأس النظام الرئيس السابق حسني مبارك ولا أي شيء من ذلك. حرية وتغيير وعدالة اجتماعية كانت هذه هي المطالب. شفنا تخبط وشفنا أداء سيء جدا أدى إلى المطالبة بإطاحة رأس النظام، ولكن لم يكن هناك تصور ماذا بعد مرحلة إسقاط رأس النظام. احنا شايفين ان المحاولات اللي بتجري على ارض مصر هي الابقاء على نظام مبارك كما هو، مع اجراء بعض الاصلاحات الشكليه، وهو ده السبب فيما وصلنا اليه عملية تجميل. الان. النقطه الثانيه الحقيقه ان حتى الناس اللي شافت الخطاب امبارح، خطاب المشير طنطاوي، بعض المحللين السياسيين قالوا ان هو بيعيد الى الاذهان الخطابات اللي كانت بتصدر من الرئيس السابق حسني مبارك التي لا تصل الى شيء فعلي نقدر نخرج من الوضع الراهن. هذا هو الوضع في مصر وهذا هو الوضع في تونس. الآن فقط أستطيع أن أقول أن مصر ليست تونس فعلا باللي احنا شايفينه، يعني الخطوات اللي خدتها تونس وأين نحن من هذه الخطوات. أعتقد أن احنا تخبطنا كثيرا وتباطأنا كثيرا وانجرفنا إلى أشياء لا علاقة لها بالمصلحة العامة لمصر، ولكن أعتقد أن الناس اللي موجودة في ميدان التحرير تسعى إلى تصحيح مسار الثورة المصرية، لعل وعسى نوصل لما وصلت لتونس. يعني مع ان الناس اللي موجوده في ميدان التحرير ممكن يكونوا بيهاجموا مهاجمه شديده، والناس اللي موجوده في ميدان التحرير لا يمثلوا للأسف. الشعب، وده على حد كلام ناس للأسف. كتيره، وده برضو جزء من الانشقاق اللي احنا موجودين فيه. يعني زي ما في ناس شايفين ان هم صح، زي ما في ناس تانية شايفين ان هم صح، وفي الاخر المشكله الوحيده والاساسيه ان ما فيش غايه واحده. مشكلتنا ان احنا بنقول ان احنا في غايه واحده، بس اعتقد ان الحقيقه عكس كده. الحقيقه عكس كده للاسف. طيب يعني تراكمات كثيره. انت راجل صحفي ومحترم ولك خبره ولك وشاب، فانا من واقع تحليلك، طيب، او هقول من واقع الاحداث اللي انت شايفها ومن واقع مقارناتك، هل شايف ان هيحصل زي ما بيقولوا صحوه، او ان الازمه دي تكون رب يعني خير دره نافعه، ولا رب دره نافعه، اللي هو فعلا يكون في حل بجد، الناس تفهم ان الموضوع مش هزار ولازم كلنا نتكاتف، ولا كمان ده مش احنا محتاجين حل سياسي؟ احنا خلينا بس نقول ان احنا محتاجين حل سياسي. الحل الامني واضح ان هو ادى الى تفاقم المشاكل، ويمكن يعني حتى اذا قمت باستهداف جميع النشطاء السياسيين وقتل جميع الثوار فهذا الامر لن ينهي الامر في شيء. احنا محتاجين بلد جديده، احنا محتاجين نظام جديد، احنا محتاجين كل حاجه تكون جديده، تمام؟ فبالتالي احنا محتاجين حل سياسي على ارض الواقع، وليس ما نشاهده الان من مناورات من بعض حتى الاحزاب، وفلان عايز يشارك ولا ما يشاركش، وفلان مش هينزل ولا، وده حتى مرتبط بالخبر اللي موجود معانا بعد كده بالظبط، اللي هو الانشقاق داخل جماعه الاخوان بسبب الغابه عن المليونيه. صحيح. اين كانت جماعه الاخوان المسلمين من ثوره يناير؟ يعني هم الناس شاركت تقريبا في نهايه يوم 28 اللي هو جمعه الغضب، وبعد كده حاولت الاخوان المسلمين والقوى الاسلاميه انها تركب الثوره زي ما بيقولوا، وتقول ان احنا اللي حمينا واحنا اللي عملنا واحنا 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 واحنا، تمام؟ النهارده الاخوان مره تانية بتلعب على المصلحه، مصلحه الجماعه. وانا لا اعلم كيف يجرؤ اي شخص سواء مرشح للرئاسه، واحنا شفناهم في الفتره الماضيه، وحتى رؤساء الاحزاب اللي بيتكلموا على ضروره اجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها. سيدي الفاضل، في ناس بتفقد ارواحها في الشوارع. اي انتخابات اللي انت بتتكلم عنها؟ في دم في الشارع وانت بتتكلم على الانتخابات. الكرسي اهم من حياه المصريين، ده امر مرفوض تماما. وده خلى بعض النشطاء حتى على شبكه الانترنت بيتبادلوا بعض النكات، من ضمنها انه الاخوان مش عايزين ينزلوا في المليونيه علشان ما يسيبوش الجماعه في البيت. ايوه يعني بالظبط. وفي يمكن